وقد المناضلون المجاهدون. يقول القائد العظيم رعاه الله: أيها النشامى، إن الله والشعب والأمة والوطن والحق والتاريخ الحاضر والماضي والمستقبل معكم. امضوا على بركة الله، والله ناصركم ومعينكم، وهو سبحانه خير معين. والله أكبر. فلسطين يا فلسطين، ويا قدسها الشريف، كم من مرة أضاعك بعض الحكام العرب، وكم من مرة أكذبك وكذبك الضعفاء والمغرضون، وكم من مرة صدقك وأصدقك المؤمنون المجاهدون الأوفياء. فلسطين يا غرة نضال أمتنا الدامي منذ نصف قرن من الزمان، ومهماز الصحوة الرئيسة فينا كعرب، حيثما كنا من هذه التسمية على قاعدتها الصحيحة وعلى قاعدة إيمانها الصحيح، ليبصر من يبصر ما حوله وما قبله وما بعد ذلك. إطلاقات الحق يطلقها القائد العظيم، قائد الغر المحجلين، قائد المجاهدين، القائد التاريخي الفذ صدام حسين رعاه الله. لمن هذه البيارق والعوالي؟ لمن هذه الهلاهل والخضاب؟ وصدام وأسرجت الروابي خيولا، والرياح لها ركاب. نماك الله سيفا يا عربيا، رؤوس العاديات له قراب. وإن الأرض تولد كل ألف عظيما تستظل به الصعاب. جحافل المتطوعات الماجدات، يحييهن القائد العظيم، قائد النصر، تاج العز، رمز النضال، عنوان المجد، قمر الأمة، القائد العظيم صدام حسين حفظه الله ورعاه. هن ماجدات العراق، ها هي جحافل المتطوعات لتحرير فلسطين، تمر من أمام منصة التحية. لا، لن نتخلى عن فلسطين عندما تهان بأقدام اليهود الأنجاس. نحن أصحاب قضية، لسنا أصحاب فزعة من بلاد قصية لأصدقاء يواجهون العدو الصهيوني المجرم الغاصب بالحجارة بصدور طرية، لكنها عامرة بالإيمان صلدة كصخرة القبة. إنما نحن أصحاب قضية واحدة وأبناء أمة واحدة ومصيرنا واحد.
ليس أهم من المزيد من الدماء إلا عندما يكون ادخارها هدر الشرف. ليس أهم من الدم إلا المزيد من الدم. المتطوعات من شعبة الشهيد النسوية يمرن من أمام منصة التحية، والقائد العظيم يحيي بيده الكريمة هذه الجموع في هذا الاستعراض الكبير في يوم القدس الكبير. إننا أمة واحدة، وهذا ليس حقيقة تاريخية جاء الزمن اللاحق بما هو نقيضها، إنما هو بالضبط ما يؤمن به شعبنا العربي الكريم من المحيط إلى الخليج. مجامع أخرى من الأبطال المتطوعين تقترب من أمام منصة التحية. القدس تنظر من يأتي وتعرف من يأتي، تشم دماء الجرح مضطرما. القدس تنظر من يأتي وتعرف من يأتي، تشم دماء الجرح مضطرما. محاصر سيصير الجرح ألف مدى، وأعزل سوف يغدو دمعنا رجما. لا تلتفت لمهاوي الخائنين، فللصقر الأعالي وللجرذ الجحور حمى. أليسهم من أقاموا السجن وافترشوا أجسادهم تحت نعل القاتلين؟ أما أكفهم بدماء أطفالك امتلأت حتى بكى القبر ممن ضم محتدما؟ منهم تجيء سهام الواترين، ومن جراحنا يغرف الغدر الجبان دما. وحينما قلت رب الله قد حملوا إليك من كل فج مظلم صنما، في لحظة زاحموا الدنيا عليك فلم تجد بها موضعا ما اكتظ وازدحما. والقدس يسلبها الأوغاد عفتها، وصوتها بأساه الملتظ كتما. وهم وراء كواليس الجريمة قد صاروا لكل زنات الأرض ذي خدما. لا ترتجي من بريق خلب مطرا يهمي، ولا من رماد مطفئ برما. فأنت صدام رمح الأرض حيث سرت، وأنت صدام مرق المجد حيث سما. قالوا محاصر لا يقوى مواجهة، أريهم كيف سيف الله انصدما، وكيف أن المعالي أنت سيدها، وكل خطب عظيم هان إن عظما، وأن نجم الصحارى إن تحاصره غيومها من دياجي ليلها نجما. وإنك الجبل العالي، فيا جبلا لله درك، كم آويت معتصما، وكم كظمت على ما أنت تحمله غيظا، ومثلك مختارا إذا كظما. فانظر لشعبك في يافا وغزة والخليل، وجهك في أضلاعهم رسما. كيف انتخوا
بضياء عينيك بارقة، والجمر بالجمر بركان إذا التحما، فهل تناخوا بهم والموت قد برحا؟ الأسد إن جرحت لا تندب الغنما. يا غيرة الله في الأرض السجينة، ما رميت حين رميت، الله عن كرما. القدس ألقت إليك الآن نادبة ضفيرتيها، فكن للقدس معتصما. هذه قنا خيبر أخرى تلوح، وقد سلمت رايتها، خذ موتها شمما قبل ارتداد الصدى صوتا لصاحبه، يكون وجهك فوق القدس مرتسما. القائد العظيم يحيي المتطوعين، جحافل المتطوعين والمتطوعات في هذا اليوم البهي، اليوم الذي يسطر فيه العراقيون أروع صور الوفاء والتضحية من أجل تحرير الأرض، كل الأرض، أرض فلسطين المغتصبة من الصهاينة الأشرار الأنجاس، تحرير الأرض من البحر إلى النهر. لبيك يا فلسطين في هذه الجحافل الأبية التي تستعرض في هذا المكان المقدس. لبيك يا قدس، لبيك أيها الشهيد الذي سقطت من أجل الواجب المقدس فوق ثرى أرضك، أرضك الحبيبة التي يدنسها الأشرار، وتأبى مروءتك العربية إلا أن تكون سيفا بيد القائد العظيم صدام حسين. الله أكبر، الله أكبر، قالها حبيبنا المنتصر بصرخة الحق، قالها من أجل شهيد فلسطين السليبة، من أجل طفلها الصغير محمد الدرة الذي سقط ظلما برصاص المعتدين. ما زالت جحافل المؤمنين المجاهدين من متطوعي تحرير القدس من تنظيمات بغداد الكرخ تستعرض أمام قائد جمع المؤمنين المجاهدين المنصور بالله صدام حسين حفظه الله ورعاه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. صدق رسول الله. وها هم العراقيون الأبات يجاهدون بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، ها هي جحافل الحق المبين الذين حرصوا على الموت لتوهب لأمتهم الحياة، ها هم رجال العراق العظيم وماجداته يسترخصون الأرواح لنصرة الحق العربي وملاقاة الصهاينة الأشرار، ليزلزلوا الأرض من تحت أقدامهم المرتعشة التي تخشى هلعا من اسم العراق وشعب العراق وجيش العراق وقائد العراق، أمل الأمة العربية، المجاهد المفدى صدام حسين حفظه الله ورعاه. بوركت أيها القائد الهمام،
بوركت يا أمل الأمة ومجدها ونصرها وعزها، بوركت يا من يستلهم منك أبناء الأمة العربية كل معاني البطولة والرجولة وكل معاني الشرف العربي. وتتواصل جحافل الحق من المتطوعين والمتطوعات بالمرور من أمام منصة التحية. إنهم نخبة من متطوعي الشعب، نخبة من المتطوعين للاستشهاد من أجل القدس، نخبة من المتطوعين الذين بلغ عددهم 6,758,114 متطوعا، منهم 4,721,404 من الرجال، ومليونان 36,710 من الماجدات. أيها العرب، من لا يكون مع أمته على طريق الجهاد لتحرير فلسطين وضد الكيان الصهيوني وضد السياسة الأمريكية فهو في حقيقته في خندق أعداء الأمة ضد الشعب ومعانيه العالية. فقاوموا أعداء الأمة وانتصروا للجهاد لتحرير فلسطين واربحوا التاريخ والحاضرة والمستقبل. أيها العرب، أمتكم أمة واحدة، وأمنكم ومستقبلكم وشرفكم واحد، فدافعوا عن شرفكم وأمتكم ومستقبلكم بهمة واحدة، واضربوا المصالح الأمريكية وقاتلوا الصهاينة. أيها العرب، قدسكم تناديكم فإلى شرف الجهاد والتحرير، حيث رضا الله والتاريخ. والعنوا وقاوموا من يمنع عليكم شرف الموقف. سيدي القائد الحبيب، قسما بالتماعة عيونك الصافية، قسما بحبنا الخالد لك، سنبقى وكما عهدتنا. سيدي القائد الحبيب، سنبقى رهن الإشارة
لتلبية النداء المقدس لتحرير القدس. وما هذا الاستعراض الكبير إلا دليل على العزم الذي يتقد في صدور العراقيين والشوق لمعانقة الأقصى الشريف. ما زالت جحافل المتطوعين من أبناء العراق من تنظيمات الكرخ لحزب البعث العربي الاشتراكي مع جموع المتطوعين من أبناء العراق الغيارة تمر من أمام منصة التحية. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، سبا لخونة الأمة، عملاء الإمبريالية والصهيونية، حلفاء اليهود. ها هم النشامى أحفاد سعد وأحفاد خالد والقعقاع يلبون نداء القائد المنصور بالله صدام حسين للجهاد من أجل تحرير فلسطين الحبيبة من دنس الغزاة الصهاينة. طريق واحد إلى حيث الحرية والعز والمد ورضا الله والنفس الزكية، وطريق تحرير فلسطين وليخسأ طريق الشيطان، طريق أمريكا والصهيونية وأعوانهم. أيها الأبطال المتطوعون، أيها الأبناء الغيارى، أيها الخيرون في كل مكان، دينكم أيها المؤمنون يناديكم، قدسكم أسيرة اليهود، فثوروا على من يحول بينكم وبين تحريرها، واجعلوا الجهاد طريقكم إليها، ولا مجال لطريق ثالث. لا حياة بلا قدس، ولا كرامة ولا